أهلا بكم. فاقم انتشار فيروس كورونا من معاناة اليمنيين، خاصة وأن بلادهم تشهد حربا متواصلة منذ سنوات، وبدأت آثار الوباء جلية في اليمن بعد توقف بعض الأعمال وتعطل جزء آخر من مفاصل الاقتصاد، ما دفع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى التصريح أن اليمن بالفعل على شفا مجاعة وقد يواجه وضعا كارثيا فيما يتعلق بالأمن الغذائي بسبب الوباء وتراجع تحويلات العاملين بالخليج. معتكف في منزله المستأجر، المهندس مراد الصلوي تعطلت سبل رزقه اليومي، ومباشرة أثر ذلك على مستواه المعيشي، تدفع به كورونا دفعا ليكون أحد ملايين الجوع في اليمن. بسبب انتشار فيروس كورونا بعد ما ظهر انقطاع الوارد، وارد التلفونات، وارد القطاع الغيار من الصين، لذلك قل الطلب على المهندسين، الشغل قل. يخشى اليمنيون مثل غيرهم حياة الجوع، خاصة وأن كثيرا منهم قد خبروا آثاره خلال الحرب الممتدة منذ سنوات عديدة، حتى صار بعضهم يخشاه أكثر من الإصابة بفيروس كورونا بعد أن سجل عشرات الإصابات بين اليمنيين. فالفيروس الذي أربك أقوى اقتصادات العالم خلال أسابيع قليلة سيكون بلا شك أكثر فتكا بالبلد الأفقر في العالم. عدد هناك المئات من الحالات التي تم رصدها مؤخرا للوفاة في الحديدة، لا يتم رصدها لكن نجد كل يوم هناك حالات وفاة، وسائل التواصل الاجتماعي تعج بهذه التعازي ويوميا. إذن 10 ملايين يمني على حافة المجاعة، كما يعتمد 14 مليونا على المساعدات الإنسانية اليومية، وهذه الأخيرة مهددة بالانقطاع عنهم بعد أن شلت كورونا طرق السفر بين البلدان. لا يعرف مراد نهاية للحصار الذي فرضه كورونا على موارد رزقه، ويخشى أن يدوم أمده، وعندها سينضم حتما إلى قوافل الجائعين. ربع مليون يمني لقوا حتفهم خلال السنوات القليلة الماضية بسبب الحرب والفقر وتفشي الأوبئة، وجاء كورونا ليزيد الطين بلة وليهدد حياة أكثر من نصف السكان وأعمالهم بحسب منظمات دولية. نبيل اليوسفي، العربي، صنعاء. وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا من صنعاء أحمد سعيد شماخ، الخبير المالي ورئيس مؤسسة الإعلام المالي والاقتصادي. أهلا بك معنا. يعني غالبية التقارير الدولية أجمعت على أن الوضع الاقتصادي في اليمن بين الانهيار والموت السريري، ما هو تقييمكم وأنتم في داخل اليمن في الوضع الاقتصادي والمعيشي خصوصا في ظل هذا الوباء، وباء كورونا؟ يعني أولا شكرا لقناة التلفزيون أو شبكة التلفزيون العربي على اهتمام مثل هذه المواضيع. التقرير تقرير رائع وممتاز جدا، شخص الوضع في اليمن جيدا، لكن طبعا ما يعاني اليمنيين منذ العام 2011 وحتى اليوم ذاق اليمنيين الكثير من الويلات وكثير من الحروب، سواء الحروب الداخلية أو الحروب الدولية. الآن كثير من يعني من التآمرات الإقليمية والدولية على اليمن، سواء كان بالحروب أو المواجهات العسكرية أو بالقصف الجوي، وأيضا اليمن تعاني من انعدام شحة الموارد الاقتصادية. ليس الآن لليمنيين أي مورد مالي. النفط كان يشكل أكثر من 85% من موازنة الدولة. كان اليمنيين يعتمدون على الانتاج، بعض الانتاج المحلي اللي هو غير نفطي. ايضا كان اليمنيون يعتمدون على الانسياب التحويلات الخارجيه، سواء كان من المهاجرين او غيره.
اليمن أيضا فقد القروض والمساعدات الدولية خلال الفترات الماضية، والآن زاد طين بالله اللي هو كوفيد 19. معروف أن اليمن نستورد ما نسبته 90% من احتياجاتنا من الخارج. لا شك أن هذا الوضع في ظل اقتصاد كورونا قد أثر يعني تأثير مباشر وغير مباشر على حياة اليمنيين. اليمنيين بكل أطيافهم ومستوياتهم المعيشية يمني يعانون أو على شفاء. سيد شماخ، 10 ملايين يمني تقريبا على شفا المجاعة، ونحو 14 مليون يعني يعتمدون على المساعدات الإنسانية التي هي مهددة بالأصل بالانقطاع بسبب غلق الحدود البرية والجوية. كيف يمكن تغيير هذا الواقع واليمن يعاني من انقسامات وصراعات؟ الحكومات المحلية أصبحت عاجزة تماما عن القيام بواجبتها تجاه اليمنيين بكل ألوانها واتجاهاتها. المساعدات الدولية والمنظمات الإنسانية العالمية أيضا أصبحت يعني مساعدتها مقصورة، وهي لا تلبي احتياجات كل اليمنيين. المجاعة فعلا يعني مش على وشك، فعلا قد حدثت المجاعة، الناس بتموت في أكثر من مكان، أكثر من قرية، أكثر من مناطق. يعني المجاعة والفقر منتشر خصوصا في المناطق البعيدة وليس في كثير في العواصم، موجود في عواصم المحافظات وفي العواصم أيضا في المناطق البعيدة في القرى والأرياف اليمنية. لا يوجد دخول، لا يوجد إمكانيات، القدرة والقوة الشرائية يعني هبطت إلى أدنى مستوياتها. لا يوجد مرتبات، ما فيش دخول، لا حتى التحويلات الخارجية اللي كانت تصل يعني للمهاجرين اليمنيين. طبعا المهاجرين في الخارج هم تأثروا بفعل كوفيد 19، لأنه الآن وقفوا. احنا لدينا مهاجرين موجودين في دول الجوار، يعني في منطقة الخليج ومنها السعودية، توقفت حياتهم المعيشية ولا يستطيعون التحويل إلى أهاليهم في الداخل. وكان يبقى معنا المصدر الوحيد لليمنيين هذا الشيء اللي هو تحويلات المهاجرين اليمنيين، وأيضا ما تعطي لنا المنظمات الإنسانية أو الإغاثية. هذا حصل الآن فيما يتعلق بالمؤسسات الإغاثية والمنظمات الدولية. ما هي اليمنيين بهذا وأصبحت المجاعة على وقت. طيب هل تسمعني؟ طيب سيد شماخ، ما هي أولويات المنظمات التي يتوجب على المنظمات الدولية والإغاثية التركيز عليها في اليمن باعتقادك؟ أنا بقول إنه ينبغي أن يكون هناك أولويات. يجب أن يكون هناك الأولويات. حافة المجاعة ليس 10 ملايين كما ذكرتم، أنا أعتقد أنه أكثر من 18 مليون إلى الآن، أكثر من ذلك بكثير. ربما أن تكون هذه إحصاءات قديمة. الآن أنا من خلال اطلاعي، من خلال تلمسي في أكثر من محافظة وفي أكثر من منطقة، أنا بشوف أنه الحالة يعني وصلوا إلى أدنى مستويات الفقر في اليمن، لم يجدوا ما يقول. فيفترض انه على المجتمع الدولي وعلى دول على الاشقه والاصدقاء في العالم انهم يساعدوا اليمنيين ان يكون هناك يعني لانقاذ ما يمكن انقاذه من حياه اليمنيين، يعني مساعدات عاجله، سواء كانت مساعدات يعني نقديه او مساعدات عينيه. ايضا يفترض ان يكون هناك اقتصاد يعني اقتصاد كورونا، يعني يفترض أنه تمكين الحكومات اليمنية من القيام بواجبتها واتجاه المواطنين اليمنيين. الآن أصبح البنك المركزي اليمني عاجز أمام أنه يلبي مثلا أو يوفر المرتبات اليمنيين. فالحل أنا في اعتقادي أنه توفير المرتبات و يعني إعادة ديناميكية الاقتصاد اليمني بما يلبي طموحات وإيقاف هذا التدهور في جانب الجوع والفقر والمرض.
وايضا في جانب مهام وهو الجانب توفير الجانب الصحي للمواطنين اليمنيين. يعني كما ذكرت انه يقتصر هذه المساعدات على الارشادات اللي موجوده على عالميا. عذرا لضيق الوقت احمد سعيد شماخ الخبير المالي ورئيس مؤسسه الاعلام المالي والاقتصادي، شكرا لك. وصلنا الى نهايه قضيه اليوم، اعود اليك رويده. شكرا لك رانيا.